انا عايز اقول معلش اتفضل. انا عايز اقول انا قريت على فتاح سيسي تراح من اي مكان عربيه تراح من اي مكان عربيه يعني قلت هم واقف كده تراح من اي مكان عربيه انا عايز اقابل انا قريت على فتاح سيسي ممكن واقول له تراح من اي مكان عربيه انا عايز اقابله. ان شاء الله ان شاء الله يتحقق لك حلمك يا عمح. لكن ممكن تخلينا نطلع فاصل ونرجع تاني؟ براحتك ماشي معايا.